أحسن وبصرامة أكبر، وطالبوا الإدارة والفريق باللعب على ورقة كأس رابطة أبطال إفريقيا كما لعبها في السنة 2014، والفوز بالثانية وتشريف الكرة الجزائرية على مستوى القارة السمراء. من بداية السنة ويفاق سليم ما عندي ما لعبش بدوز ايكيب دو ميم كومبوزون دو ماتش على بعضها، وهذا راجع عندنا ليكيب اولمبيك عندنا اربعه، عندنا في ليكيب ميليتار، دوك عندنا في ليكيب ابري كان على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر مقابلة اللي مضات، ولعبنا بسبعه اللي كانوا في التشكيلات لي ديفيرونت سيليكسيون، عندنا ثلاثه في ليكيب ابري اللي روعوا لنا طريفا تيكي جو سي با بوركو، عندنا سور كات جوار من ليكيب اولمبيك راهو عندنا دو بليسي كنيش وحدوش، وعندنا زوج في ليكيب ناسيونال ميليتار كي اون سيبي ان ماتش ماك دي بلا اون با بي لي زاليني، دونك سبعه في ليفيكتيف سا بيز. السيد سنساوي نائب رئيس وفاق سطيف كان رياضيا الى ابعد الحدود، والدليل انه هنأ اتحاد بلعباس للتاهل الى المربع الذهبي، والوفاق لم يعرف استقرارا في تشكيلته هذا الموسم نظرا لالتزامات بعض اللاعبين مع المنتخبات الجزائريه المختلفه، وسيعود تدريجيا الى معالمه الصحيحه. مش لاكوب لي باسكو نقول لاكوب، هنا بدينا نشاركوا في لاكوب 63 وندينا لا بريمير كوب دالجيري، من نديو كل عام لاكوب كرانا دينا 43 كوب دالجيري مالا لا. هذا مجرد الماتش نقدروا نربحوه نقدروا نخسروه، وشكرا لازم احنا نعاودوا نشوفوا شوفوا مباطي كما يقولوا اون فرونسي ونمشيو للامام ان شاء الله. اما في قضيه الازمه ما كانش ازمه، وما دام كاين رجال استفاده مع الرجال والحمد لله ما يكونش ازمه ان شاء الله، وتتعلم بخير من الشعب. اللاعبون سواسية في الفريق، والعقوبات ستطال كل عنصر من التشكيلة في حالة عدم احترامه للقوانين الداخلية الخاصة بالفريق، وسينال كل لاعب جزاءه. فريق كبير وعريق بإنجازاته على المستوى الوطني العربي والإفريقي وحتى الدولي، فهل سيتخطى هذه العقبات وتعود الكحلة والبيضاء إلى مستوى العالمي؟ وتبعث المباراة من جديد قبل نهايتها ب 12 دقيقة. مادام رانا في ميدان رياضي ما كاينش قد الصراحة والشفافية. خضيرية راح يجوز عند لجنة الطهار مجلس التأديب، هو وصي بالعميري ورايح يدي حقه من العقوبات، كانه لان على اساس انه عامل في وقت ستيف. نعم. كل انسان ياخذ اجره كي يغلط يدي حقه من العقوبات. نعم. دونك الايام القادمه ان شاء الله راح نتصلوا بكم ونعطيكم حتى وشدكم عقوبه. نعم. بالنسبه للزوج هذا كاين ثاني لوكا تاع دان ديسيبلين تاع من العامري لا باسي با لا كونسيون ديسيبلين، ان شاء الله ثاني القرار يخرج هذه الايامات، وسيبتي انا هو ثاني حاكم لا كونسيون ديسيبلين. نعم. دونك حنا ما عندناش كما نقولوا دي بارتي بري في الجوار، شاك جوار اللي يغلط لازم يتعافى يتخلص. شني ما نقدروش نخرجوا كلشي الى الملا في وقتها، كل حاجه في وقتها. اون بو با سونسيوني اون ايكيب اي مونتري توت سونسيون اون فوا بور سونتي لا ميم جورني، وتعرف واش يكون جنب ريلاكسيون تاوانا دير ماتش تعمل عباس مثلا تخرج سونسيون تخسر يقول لك تخرج سونسيون تاوعك وي ان بو دونك اون جير تونتو نسيروا الفريق ونسولوا حتى الجمهور. مونتونت اي تون بلان ميوتاسيون ماتنون كاين نقدر رانا نلعبوا بسات شي اون بلون ليفيكتيف تعداد الحالي نلقوا عندنا سبعه انترناسيونال، دونك ما نقولوش ما عندناش فريق، ما كانش لا كوفيزيون بس لي ماتش ما جاوش مع بعضهم لي جوار ما لعبوش مع بعضهم، وان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله سي حافظ ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا الجزائر وان شاء الله قبل في الكونغو وان شاء الله تكون البدايه ان شاء الله.